ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العالي. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا. رفضتم في الهيئة اتهام الأمين العام بالإرهاب ووصفتموه بالمسيس والطائفي، على أي أساس أنزلتم هذا الحكم على القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. لم ننفرد بهذا الوصف، وإنما الكثير والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية وتكاد تجمع القوى الوطنية العراقية على مثل هذا الوصف، وهي ليست الحادثة الأولى ولا تنحصر بهذه القضية، وإنما جميع أو كثير من الحوادث والقرارات منذ احتلال العراق إلى الآن هي مسيسة، والواقع العراقي اليوم يثبت حتى بينهم هم شركاء العملية السياسية كثير من مناكفاتهم وخصوماتهم إنما يلجؤون أحيانا إلى تغطيتها أو التستر بما يسمى بالقانون، والغاية الأولى والأخيرة هي استمرارهم بهذه العملية السياسية. فهذا الوصف، الوصف السياسي أو التسييس لهذه القضية، باتت قضية واضحة وجلية للجميع، وربما هي الصفة الغالبة على أغلب القرارات، حتى للأسف الكثير من القرارات القضاء العراقي إنما هي تندرج تحت هذا الوصف وهو التسييس. طيب دكتور عبد الحميد، ما مدى الأثر القانوني لهذه القائمة؟ يعني محليا هو كما هو معلوم أن القانون اليوم للأسف أصبح مثل الألعوبة بيد هذه الأحزاب المتحكمة والمتسلطة على رقاب الشعب العراقي، فليس لها أو هم يستغلون ويريدون استغلال هذه أو هذا القانون أو القوانين الآن الموجودة في العراق لتصفية حساباتهم ولتحقيق مآربهم. أما خارج العراق فكما نعلم أن هنالك العديد من الدول هي لا تعترف بهذه القرارات العراقية لأنها انكشفت، يعني كما قلت قبل قليل التسييس بات مكشوفا للعديد من الدول العالم ولا سيما دول الجوار، حتى الانتربول الدولي الآن لا يعترف بمثل هذه القرارات الصادرة من العراق لأنه يعلم حق اليقين أنها قضية سياسية بحتة، فلذلك هي ليست أكثر من حبر على ورق في هذا الإطار. وهذه أيضا تندرج ضمن مصائب كثيرة ابتلي بها الشعب العراقي، فلا حل إلا بإزاحة هذه المنظومة بأكملها التي أصبحت متسلطة كما قلت قبل قليل على رقاب الشعب العراقي. هناك دكتور شركاء في العملية السياسية صدرت بحقهم مذكرات توقيف كمقتدى الصدر وحاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، لماذا برأيك لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم؟ يعني الكل يعرف أن هذه المنظومة الموجودة اليوم هي وليدة المشروع الأمريكي، الاحتلال الأمريكي في العراق، وبالتالي هي تسير على نهجها في الكثير من الأمور، ومن أهم وأبرز ملامح هذه المنظومة، منظومة الاحتلال، هي قضية الازدواج، ازدواجية المعايير. هذه القضية وغيرها من القضايا هي كما قلت قبل قليل هي مجرد أوراق ضغط تستخدمها هذه الأجهزة أو هذه الأحزاب للضغط على خصومهم حتى داخل هذه المنظومة أو هذه العملية السياسية، فربما يلوحون بهذه الورقة أو بمثل هذه القرارات للضغط على خصومهم بعضهم البعض ويسترونها في حين آخر. والكل يتذكر في الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى الآن كيف أن هؤلاء زعماء هذه الحكومات يصرح علنا بأنه يهدد الآخرين وأنه سيظهر هذه الأوراق أو أوراق الضغط على الآخرين، فهي مجرد كما قلنا مجرد أوراق ضغط على خصومهم يظهرونها حينما يريدون ويخفونها حينما يريدونها تارة أخرى بحسب مصالحهم ومكاسبهم السياسية. إذن هي أوراق ضغط على الخصوم. برأيك يعني الحكومة، حكومة المنطقة الخضراء، حكومة حيدر العبادي، يعني إلى أي مدى ترى أنها من خلال ذلك تحاول استعادة ثقة الرأي العام العراقي؟
المنظومة الحالية، منظومة العملية السياسية، قائمت على قضية أساسية منذ الاحتلال نحن نحاربها والعديد من القوى الوطنية العراقية، وهي قضية المحاصصة الطائفية. والمشاركون بهذه العملية لا وجود لهم في العراق إلا في ظل هذه المحاصصة الطائفية، ولذلك رأيناهم دائما يصرون على جعل الشارع العراقي متخندقا طائفيا أو إثنيا قوميا وغير ذلك، وبالتالي هم يسعون بهذا الأسلوب أو بغيره من الأساليب الأخرى إلى حشر الناس إلى جهتهم أو إلى طرف دون آخر بحسب هذه القضية، ولذلك نراهم دائما يصرون على اتباع هذا الأسلوب بما فيها الخطاب الطائفي الذي كما قلت لا وجود لهم بغير هذا الخطاب. ولكن إلى متى سيستمر هذا الأمر؟ نحن نرى أن الشارع العراقي بدأ يوما بعد آخر يعي ويدرك تماما خطر هذه الألعوبة وتنكشف لديه هذه الأقل. هل ترى من وجهة نظركم دكتور عبد الحميد أن الشعب العراقي يعني مهتم بهذه الأمور وهذه القوائم التي تصدر، أم أنه يعني يعيش واقعا مزريا لا أمن لا خدمات أساسية من وجهة نظرك؟ يعني رغم الواقع المأساوي حقيقة الذي يمر به العراق اليوم والعراقيون الكثير، لا نقول الجميع، كثير من شرائح الشعب العراقي بات يدرك تماما هذه الأكاذيب وهذه الألاعيب التي تمارسها هذه الأحزاب وهذه الشخصيات المتسلطة اليوم. وعليه فإننا نرى أن هذا الشارع العراقي غير آبه لا بهذا القرار ولا بغيره ولا بخطابات هؤلاء السياسيين ولا بوعودهم. و شاع عند أبناء الشعب العراقي أنه يقول عن هؤلاء السياسيين يصفهم بأنهم إذا اتفقوا سرقونا وإذا اختلفوا قتلونا. وأيضا الشارع العراقي يدرك يقينا أنه في كل محطة من محطات هذه المفاصل هذه العملية السياسية كما تسمى الانتخابات فإنهم يلجؤون إلى ألاعيب غايتها تثبيت كراسيهم ومحاولة حشد الأصوات لصالح هذه الأحزاب وهذه الشخصيات. يعني الآن في ظل هذه العقبات التي يضعها شركاء العملية السياسية، ما البديل أمامكم؟ لا بديل للعراقي وللعراقيين إلا بمشروع وطني نابع من العراقيين أنفسهم. لا بد من مشروع يبنيه أبناء العراق، يصدره أبناء العراق، وهم الذين ينفذونه بدون تدخل خارجي وبدون تسلط أجنبي لا من أمريكا ولا من إيران. والعراقيون العراق لديه الإمكانيات المادية والبشرية لإعادة ترميم ما هدمه وأفسده الاحتلالين وما أفسده أدوات الاحتلال طيلة السنوات الماضية، ما نهب من أموال وما خرب وما فقده العراقيون من أمن ومن أمان ومن رفاهية من خدمات ومن السبيل الوحيد لذلك هو مشروع وطني تشرف عليه أو يشرف عليه أبناء العراق الأصلاء. والعراق ليس بعاجز عن إيجاد هذا المشروع، بل هنالك مشاريع كثيرة والقوى الوطنية العراقية قدمت طيب. هذه المشاريع. دكتور أخيرا، كيف ستنعكس مبادرة العراق الجامع على تغيير الواقع السياسي في العراق؟ المشروع العراق الجامع هو واحد من مشاريع وطنية عديدة، ومن ربما هو تبلور من نتيجة عدة مشاريع سابقة سبقته وقدمته الهيئة كمبادرة ليس متحكمة فيه ولا متصدرة للمشهد، وإنما هو قدمته إلى القوى الوطنية العراقية. ومن يتأمل في فقرات هذا المشروع أو هذه المبادرة من يتأمل في هذه المبادرة فإنه سيجد أنه فعلا فيها ما ينادي به البعض أو يتساءل عنه البعض، يقول ما البديل؟ البديل هو كما قلت هو مشروع وطني عراقي جامع يجمع شتات أبناء العراق بكل أطيافه ويخلص العراقيين جميعا من هذه المأساة وهذا الواقع المأساوي الذي حل بهم.
نعم دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. شكرا لك.